يا دار يا عيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الله 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 لا إله إلا الله. صلاة تكون أمانا لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا مستعان يا ذا الجود والكرم والإحسان، نرجو عفوك والغفران، اجعلنا والحاضرين والمشاهدين ووالدينا وأمة سيدنا محمد من عتقاء شهر رمضان، من عتقائك من النيران. اللهم ثبت لنا الإيمان واحفظ لنا الأوطان، واحشرنا مع النبي العدنان. اللهم نسألك الأمان الأمان من زوال الإيمان، والعفو عن ما مضى منا وكان. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأتم علينا نعمته بصيام شهر رمضان لنكون من الصائمين القائمين الحامدين الشاكرين بفضله وكرمه، والصلاة والسلام على من تغنى العالم باسمه ومحبته فأنشده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وأنذر نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمده، القائل عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بتحية رمضانية معطرة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من سمو الروح، اليوم مختصة هذه الحلقة بليلة القدر. نسأل رب العالمين أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر، إنه هو السميع المجيب. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب بمنشدي هذه المدينة، القامات الإنشادية العالية، والله ما أعرف من أبني ما شاء الله، الشيخ مقداد العبادي. نشكركم على الحضور. هذه الحلقة إن شاء الله تكون مميزة، هذه الحلقة عن ليلة القدر مميزة للسادة المشاهدين والمهتمين. والترحيب موصول بأخونا الدكتور المرشد ياسين محمد الفيصل، غني عن التعريف. والترحيب موصول إلى المبدع دائما أخويا الغالي أبو زيد محمد سالم الملقي، وإلى أخونا الغالي علاء العبادي. نريد نتكلم على هذه الليلة، الليلة ليلة القدر. دائما نتكلم سبحان الله نفحات هذه الليلة، سبحان الله تبقى في القلوب وفي الأرواح إلى رمضان القادم سبحان الله. هذه الليلة في مدينة الموصل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في شهر رمضان المبارك ثلاث أعطيات، يعني جاءت على كهدايا وأعطيات لهذه الأمة من رب العالمين. نعم، على لسان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جميل، هذا حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الأعطية الثانية. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا واحدة منهم يحصل. نعم، فالفرص يعني كثيرة، من فاتته فرصة هناك أكثر من فرصة. من عطايا رب العالمين. نعم، في هذا الشهر الفضيل.
طبعا مدينة الموصل يعني حالها كحال بقية مدن بلاد الإسلام، تحتفي بهذه الليلة المباركة ينتظرها الناس عاما بعد عام. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر سلام، هي حتى الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام يعني انقطع عن الأرض بوفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في ليلة القدر تتبارك الأرض بنزوله مع وفد كبير من الملائكة يعني يحفون الذاكرين والقائمين والمصلين والعابدين، ففيها من الخيرات ورمضان كله والبركات. نفحات نعم شئنا ما بينه، قالوا راح يجي بالشتاء النفحات ماله تقل، جانا بالشتاء ونفحات ماله نفسه، يجينا نعم بالصيف بالربيع، يعني سبحان الله النفحات روحانية ربانية غريبة ما يحس بها إلا يطعمها. الفجر ماله نفحات، الظهر ماله نفحات، العصر ماله نفحات، المغرب ماله، الليل ماله نفحات، سبحان الله تحس إنه ملأ. بس ليلة القدر سبحان الله إضافة إلى هذه النفحات الرمضانية إضافة إلى ليلة القدر نور على نور. أبو محمد دكتور الله يحفظكم، يعني ما شاء الله إقامات إنشادية والله، لو 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 بيدي يعني 3-4 ساعات الحلقة ما تنتهي، بس سبحان الله هذا برنامج 50 دقيقة. جزاكم الله كل خير. ليلة القدر يعني ما نتكلم كثير، نسمع والله إن شاء الله. إيه والله نسمع من هذا الصوت الجميل. الله يحفظك طبعا، لا أزيد على كلام أخي الحبيب الشيخ، وأحييك وأحيي الضيوف الكرام. الله يحفظكم، الله يحفظكم، جزاكم الله كل خير لما تقومون به. نحن نشكركم يا شيخ، الله يحفظكم في هذا الشهر المبارك من الجهد المتواصل حقيقة. الله لإنجاح هذه الرسالة القيمة، رسالة مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني على نزولا عند رغبة المشاهدين، الروح خضراء هذه القصيدة، هذا عادي كل ما يعني أروح بمكان يطلبوها الناس، يطلبوها كثير، يطلبوها حتى وصوني يعني قالوا إذا تسجل بالتلفزيون وحتى في الإذاعة نريد نسمعها. والله أشجي منكم جنابك شيخ مقداد جماعة كله من شيخ كله جميل، السيد أحمد المعماري ما شاء الله، شيخ نوجه له تحية من منبر الموصلية، أنفاسه طيبة في كتاباته ما شاء الله وأشعاره لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام اللهم آمين والقيام اللهم آمين وأن يحشرنا وإياكم مع الحبيب المصطفى اللهم صلى الله آمين اللهم عليه آمين وسلم، لأن الدقائق معدودة ولا أريد أن أخذ لا جميل، نسمع نسمع وقت أحبابنا. نسمع الله يحفظكم فيكم البركة إن شاء الله. الروح خضراء وبالعشق مليانة، وبحب رسول الله غدت فرحانة، الروح خضراء وبالعشق مليانة، وبحب رسول الله غدت فرحانة، هيمانة في عشق النبي هيمانة، هيمانة في عشق النبي هيمانة، تزهي وغرام المصطفى
سبحان الله الشارع الموصلي يطلب هاي الانشوده الجميله. نحن ان شاء الله ما بشير الفاصل بس خمس دقائق يمكن. شيخ محمد انت سمعنا شيء؟ الله يحفظك. والله احنا حاضرين يعني مقام الجبوري او الابراهيمي على حسب اتفاقنا مع الشيخ مقداد، بس ما تكفي الخمس دقائق، هذا ناخذه بعد الفاصل. ايه بعد الفاصل ان شاء الله. بعد الفاصل قبل الفاصل تفضل اذا تسمح لي جنابه. لا لا اذا يعني من شعراء ومن علمائها، من شعراء الموصل. جميل. ومن علمائها يعني من كتب عن شهر رمضان منهم الأستاذ صلاح الدين عزيز رحمة الله عليه. الله. إمام وخطيب جامع بهاء الدين. بهاء الدين. نعم. والمدرس في الإعدادية المركزية. طبعا قبل من كتب احنا ان شاء الله راح نجي على مؤلفات بعض مؤلفات استاذ حسين الفخري رحمه الله عليه في الحلقه الثانيه ان شاء الله ان شاء اللي الله. هي
الأخيرة من إن شاء الله حلقات شهر رمضان إن شاء الله هكذا. إن شاء الله. لكن لكون ليلة القدر اللي كتب عنها أستاذ صلاح الدين عزيز فسنتناول أي والله جميل الموشح جميل. الذي يعني ألف عليه كلمات. المعروف عنه أستاذ صلاح الدين عزيز يعني رحمة الله عليه كان من محبي مقام النهاوند. نعم تمام تمام يحب مقام النهاوند. وأكون موشح أندلسي لما بدأ يتفنى من النهاوند من النهاوند مشهور من النهاوند. فهو عمل كلمات على يعني على هذا الموشح جميل الأندلسي نسمع نسمع يعني جاب بينه شيخ مقداد نسمع ليلة القدر. نعم جميل جميل. القصيدة حقيقة يعني فقدناها ما عدا مطلعها ما عدا المطلع اللي هو المطلع يا رب يا رحمن هو لأستاذ صلاح الدين عزيز فرتبنا عليها كلمات ما يعني شاء الله. تناسب شهر رمضان يعني حسبة الشيخ صلاح الدين وكانه بالضبط الأستاذ رحمة الله عليه. هو قال يا رب يا رحمن يا منزل القرآن يا رب يا رحمن يا منزل القرآن بالقدر من رمضان أكرم بالجود والإحسان أكرم بني الإنسان بالجود والإحسان والفضل والغفران يا رب يا رحمن يا رب حنان يا منان ديان يا برهان أعتقنا في رمضان وافتح لنا الجنان وافتح لنا الجنان يا رب يا رحمن يا منزل القرآن بالقدر من رمضان أكرم نبي يا زمان بارك الله فيك شيخ. هذه أيضا وفاء يعني لعلماء والله آية والله والنعم والنعم آية من الوفاء ومن الله يحفظكم إن شاء الله. اسمحوا لنا مشايخنا إن شاء الله. نأخذ فاصل ثم نعود. أعزائي المشاهدين دائما معكم مع القامات الإنشادية الموصلية هذه الليلة الخاصة بليلة القدر في سمو الروح ولكن بعد الفاصل. سني ولعوني ولعوني أقام الأشرف والله الأشرف. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وسمو الروح مع القامات الإنشادية الموصلية القامات العالية تسمو أرواح هنا بسماع هذه الأصوات الجميلة.
قبل الفاصل ما شاء الله والله يعني أنا أقول يعني لو هاي حلقة تطول لو بيدي تطول ما شاء الله والوقت سبحان الله والسماع الجميل شيخ أبو زيد شيخ الله يحفظك مبارك عليك عندك شيء على ليلة القدر نتكلم وبعدين والله صراحة ليلة القدر يعني إحنا ما نزيد على كلام المشايخ الله يحفظكم لكن يعني الناس هم يعجب الإنشاد أكثر مما يعجب تمام خاصة إذا كانوا ما شاء الله إقامات الإنشادين الجميلة وهذا أيضا تعتبر استراحة طبعا استراحة بعد التراويح اي نعم بعد التراويح بعد التراويح فهذه استراحة حتى يتهيئون للقيام اي نعم هذه تصير همة هي الترويح الترويح قبل هذا حتى شحن دكتور أنا دائما أقول يعني المشاهد الكريم يجي من صلاة التراويح يموت شاي حلويات مقابله على الأصوات الجميلة يجي يسمع يعني قال لك يعني دائما يعني كلموني يقول نحن عجبنا نسمع يعني نسمع أزيد من الكلام نحن نقتصر بالكلام ونزيد الإنشاد حتى هو المهم صلاة التسبيح صلاة التراويح التهجد اسمعكم مقام الإجبوري ما شاء الله إجبوري فرع من البيات فرع من البيات نتبع التنزيل الموصلي الملا علي جفعتري من يعني ياخذوه من الجبوري او من الابراهيمي او في بعض الحين ياخذوه من مقام الغرغول ما شاء الله نعم نعم نسمع ان شاء الله تفضل عيني شيخ حمد اشرق جبينك خمد نيران كسرى جبر ومحبتك بضميري أشرق جبينك خمد نيران كسرى جبر ومحبتك بضميري زاد وجدي جبر الله ينكسر Oh,
علي الجفعتري ما شاء الله. نعم من علماء الموصل. نحن الوقت ما شاء الله ما حسينا بالوقت والله. نريد نسمع أبو زكريا. نعم. الشيخ علاء الدين العبادي. على رأسي دكتور. نريد نسمع إن شاء الله الرست مقام الرست وثم ندخل إلى التنزيلة ختام هذه الحلقة مسك إن شاء الله. تفضل عيني. إن شاء الله. أقم ببلدتنا الحدباء واستقمي فإنها موصل الآلاء والنعم فيا لها بلدا ما أمحلت أبدا وقد حوت أسدا ذا العزم والهمم نارت بطلعته
ضاءت بحضرته الله نارت بطلعته ضاءت بحضرته فانهض لزورته يا صاحي واغتنمي مذ حلها قمر مذ حلها قمر لكنه بشر من النبيين أهل الفضل والكرم مبتهلاً وسبح الله في أحشاء ملتقم يا عيني ملائكة الرحمن حين دعا ضجت ملائكة الرحمن حين دعا وقالوا ما ينفع المكروب من كلم يا ريار يا ريار Yeah.
ما شاء الله الاناشيد التنزيلات من الرأس الموصلي كلها ثقيله سبحان نعم. الله ناخذ من الرأس القديم يسموه ايه الرأس القديم الذكر يسموه اي نعم ما شاء الله بالذكر نعم هي حركه الذكر يعملون يعمل روحانيات الذكر في ختام هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نقدم باسمي وباسم قناه الموصليه ومشاهدي قناه الموصليه بالشكر الجزيل للقامات الإنشادية في هذه المدينة العزيزة بل في العراق قامات إنشادية في هذه مدينة مدينة الموصل الأخ العزيز شيخ مقداد العبادي نشكركم جزيل الشكر الله يحفظكم إن شاء الله نلتقي حلقات قادمة الله يحفظكم والشكر موصول لأخونا الدكتور ياسين الفيصل الله يتقبل الله يحفظكم دكتور نشكركم وأخونا الغالي محمد سالم مرسي زين نشكركم جزيل الشكر وأخونا الحبيب علاء الدين العبادي نشكركم على الحضور إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات دينية قادمة وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة هذه الحلقة الخاصة بليلة القدر نلتقيكم في حلقات قادمة من سمو الروح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دار